كويس. وبعد كده وانت عايز اوصل ايه موضوع منظومه العمل اللي موجود في الشارع المصري دوت اللي هو الشركات الاجنبيه. طبعا هو كل واحد لما يجي يحب يدرس حاجه ما يدرسهاش من بره، يحاول يجربها ويخش جوه المطبخ ده عشان يعرف فيه. انا لعبت على السلبيات، المشكله ان في ناس كتير قوي في الدوله شايفه السلبيات بتاعتهم وبرضه مطنشين صحتهم. احنا بقى هنثبت العكس، لازم نثبت ده ولازم نثبت حاجه التكس الابيض. هو لازم التكس الابيض التكس المصري عامه، انا ما بحبش اقول عليه التكس الابيض ده التكس نفسه. الرجاله بتعمل عشان التكس وعشان الشقاوه وتعبهم، في ناس بتبص ان التكس دوت في الراجل النهارده طالع يجيب 200 جنيه باي طريقه يطلع يجيبهم بالعافيه. لا، في ناس